تمام، راح نشرح السؤال هسه. طيب، سؤال ايش بيحكي لنا؟ بيحكي لنا هو راح يعطينا تري، هي زي ما حكينا التري هي اصلا بالاساس جراف. بيحكي لك انه هي بتبلش من عند الفيرتكس رقم واحد. هلا الفيرتكس رقم واحد، بغض النظر، ما راح اقرا النص بالتفصيل، بس راح ارسم الاشي اللي هو بيعطينا اياه هون. راح يعطينا تري زي ما احنا شفنا قبل شوي. او خلينا ناخذ المثال تاعه احسن. هون ايش بيحكي لنا؟ بيحكي لنا انه في عندنا واحد مربوطه باثنين ومربوطه بثلاث، فهي عندنا واحد وهي رايحه للاثنين، والاثنين رايحه للثلاث، وفي عندنا الاثنين رايحه للاربعه وللخمسه، فهون في عندنا اربعه وهون في عندنا خمسه. الثلاث رايحه للسته ورايحه للسبعه. طيب هسا هون بيعطينا مجموعة أرقام، وممكن إحنا نشوف زي كأنهم ويتس. هلا إيش هدول الأرقام أو الويتس هما بالضبط؟ بيحكي لنا إنه هو إيش أصلا سؤال بيحكي لنا؟ بيحكي لنا إنه أنت بتبلش دائما هون، إنه في عنا واحد اسمه كيفل، البيت تاعه موجود هون. هلا أنت لما يكون البيت موجود تاعك هون، بدك توصل لأي وحدة من الليفز. هلا إيش هم الليفز؟ اللي هم النودز اللي أنت بتوصلهم بآخر التري، تمام؟ اللي هو يعني بكون فيش اشي انت بتقدر تروح لتحتهم. فلو ممكن يكون في عنا اشي زي هيك، فبتبطل هاي الليف، بتصير هاي الليف، تمام؟ طيب هلا الليفز اللي هون موجود في عندهم مطاعم، ريستورنتس. فالهو ايش بيحكي لك؟ بيحكي لك انك انت بدك تبلش من عند بيت كفا وتروح لحد يعني اي مطعم من المطاعم الموجودة عندنا تحت. بس ايش بيحكي لك؟ بيحكي لك انه الزلمة اللي اسمه كفا بيخاف من البسس، وانت في عندك عند كل نود معينة ممكن يكون في بسة او يكون ما في بسة. فهون لما بيحكي لنا واحد صفر واحد واحد، فهون بيحكي لنا انه هدول اعتقد سبعة، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة، يس. فهون هون بيحكي لنا انه وين في بسة هون لا. فهون في عندنا واحد، بعدين عند الاثنين في صفر، هون في عندنا واحد، عند الاربعة في واحد، بعدين الثلاثة اللي ضايلين في عندنا صفر صفر. هلا هو بيحكي لك انه هذا الزلمه اللي اسمه كفا بيخاف من البسس، فهو بده يروح لريستورانتس معينين بحيث انه يمر بالكثير ام بسس. فهون هو بيعطينا ام. خلينا بس نرجع بس نقراه على السريع. اوكي، هو يس اكزاكتلي بيحكي لنا انه لازم يكون في عندنا ام كونسيكيوتيف. انا بس ما كنت قارئ هاي الكلمه، اللي هو لازم يكون في عندنا بالضبط ام متتابعين من الكاتس. فبهاي الحاله بيحكي لك انك انت ما راح تقدر تروح لهذا الريستورانت، غير هيك راح تقدر تروح لهذا الريستورانت. اوكي، فبهذا المثال انت هون لو رحت عند الواحد عند وجيت عند الثلاث، هون راح يصير في عندك واحد واحد، في عندك تو كونسيكيوتيف كاتس. فبهاي الحالة انت ما راح تقدر توصل لا ستة ولا سبعة. بس بهاي الحالة انت هون عندك واحد، وهون بكون صفر، وهون الواحد هاي بتيجي من الصفر هاي. في حد عنده اي فكرة للحل؟ او تقدر اعطيكم وقت تفكروا فيه؟ بس واحد واحد عادي، بس ترجع تعيد على السريع عشان انا ما مش كثير سمعتك. اوكي تمام. هلا انت كيف يعني انت كيف تعرف اذا الاشي كونسيكيتيف ولا لا؟ يس. يعني وانت ماشي بالدي اف اس كيف بدك تعرف انه مثلا هون انت صار عندك الكاونت كونسيكيتيف او لا؟
تعملي سم للكاتس. طيب لو هون انت عملتي سم للكاتس في هذا المثال، فهون عندك واحد، هون السم صار برضو واحد، بعدين تحت بصير السم اثنين، فما بتقدر تعرف. بالضبط بالضبط، هون حكى الشاب انه احنا لو وصلنا عند مكان فيه صفر ما فيه كات، فعليا انا خلص، انا هيك زي كني قطعت السلسله الكونسيكوتيف اللي انا كنت ماشي فيها. فبهاي الحاله خلص انه هون انا برجع بصفر السم بمقدار واحد. لو هون كان في عندي واحد، فانا باخذ هاي الواحد بالاضافه للحدا اللي انا اجيت منه، فزي كني بجمعهم على بعض. في حدا ما فهم الحل؟ اوكي تمام. خلينا ناخذ الانبوت تاع السؤال. اوكي بنفس الطريقة، هو هون ايش كم اكبر عدد ممكن للكات وكم اكبر عدد ممكن للان؟ 10^5. فتاني هون انا راح احجز 10^5 مقدار الان، راح يكون في عندي ان، وام اللي هو اكبر عدد ممكن للكات انا ممكن اخده، وفي عندي الادجسنسي ليست الان راح اعملها هون. فيزيتد برضه راح تضلها بنفس الطريقة، بس راح نغير شوي على فانكشن الدي اف اس. باي ذا واي خلينا بس احنا نعمل سيف لهذا الكود عشان ارجع انزل لكم اياه. ف لما احنا حكينا لكم انه تبعثوا لنا الكودات من هذا الموقع، هو انت بس لازم تمسك الكود تعمل له بيست واعمل رن، بعدين بيطلع لك هون لينك اعمل له سيف علشان انه تقدر تبعثه لاي حدا. اوكي هاي هيك هذا الكود البيسك اللي كتبناه. طيب زي ما حكينا الدي اف اس راح نعدل عليه شوي. بالنسبة للمين راح ناخذ ان و ام، بس هون ما راح نمشي ام، راح نمشي ان ماينس واحد. في حد يقدر يحكي لنا ليش؟ هو هذا الاشي مذكور بالسؤال المفروض. ام هو بس عدد البسس، بس احنا هون بدنا نمشي بتري. هلا التري اذا انت في عندك ان نودز، يعني زي هوم، اذا انت في عندك ان نودز ففي عندك ام ماينس واحد ايدجز، فهون عندنا ايدج واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحنا عندنا سبعة نودز. هاي يعني رول في التري اللي هي السبيشال تايب اوف جراف، اللي هي اصلا التري هي جراف بس فيها ان ماينس ان نودز وان ماينس واحد ايدجز. اوكي فهون احنا راح نلف على الايدجز اللي هو راح يعطيني اياهم، بس قبل لازم ناخذ الويتس. فخليني هون اعمل كمان فيكتور للويتس، اسميه دبليو وخلي برضو اكبر قيمه له ام، او اوكي خليه ده اللي هو الويتس. فهسه هون بدنا نمشي على كل الويتس اللي هم راح يكونوا من واحد لان اي ايكوال صفر لاي اقل من ام. هون راح احكي له سي ان لدبليو في الاي. بالنسبه لتحت زي ما حكينا راح نمشي ان ماينس واحد ايدجز، في كل مره بناخذ التو نودز زي هون، بس الفكره انه هون هو قاعد بيعطينا الايدجز 1 بيست، انه بيعطينا من واحد لاثنين، بس دائما يفضل انك انت تبلش من الصفر، لانه احنا كل الاريز عندنا ببلشوا من صفر. فهون لما بيعطيك انه الفيرتيسيز 1 بيست انت حولهم لزيرو بيست، انك تحكي A ماينس ماينس B ماينس ماينس. بعدين خذ الادجسنسي ليست اللي زي ما احنا حكينا. هلا هو حكى لك انه الدي اف اس انت بتبلش من عند الروت واحد اللي هي بالكيس تاعتنا صارت صفر، وبنحكي له دي اف اس الصفر زي هيك، واحنا من خلال الدي اف اس بدنا نحسب الجواب تاعنا. هسه بيرجع بيزبط لحاله اعتقد. اوكي طيب هسه فانكشن الدي اف اس ايش حكينا بدنا نعمل؟ اكيد بدنا الفيزيتد زي ما حكينا، انه اذا زرت نود عشان انه ما ارجع للنود اللي اصلا انا اجيت منها، يعني ما ارجع للبيرنت تاع، يعني هون فرضا انا كنت عندي تشايلد ما بدي ارجع لفوق، فبنحتاج الفيزيتد. هلا هون انا راح الف على كل النودز، بدي اشوف هلا لو النود مش فيزيتد فانا بدي اروح للنود تبعت اليو، بس بنفس الوقت بدي اشيك لو الويت تبع اليو هو صفر ولا لا. هلا لو الويت تاع اليو كان اكبر من صفر، فاحنا ايش حكينا؟ بدنا نضيف للويت تبع اليو الويت تاعي انا الموجود. فايش انا بحكي بالضبط؟ لو انا واقف هون انا بدي اروح عند الواحد اللي هي سبعه، فهاي هي واحد، فممكن لو انا هون عندي قيمة مش صفر
ممكن اوديها للواحد علشان احسب قيمه الكونسيكتيف. فبحكي له اعطي الاشي من اللي انا من المكان اللي انا واقف عنده للمكان اللي انا بدي اروح عليه. فهم بحكي له لو دبليو اليو تبعتي اكبر من صفر، فبحكي له انه دبليو اليو اللي انا بدي اروح عندها بدي ازيد عليها دبليو قيمه دبليو الفي، غير هيك قيمه دبليو دبليو اوف اليو راح تكون صفر. فانا زي كني بدي اعمل كات بوينت فما بضيف اشي. هلا هو اتوقع عندي بس الاي دي اي شرت عشان هيك قاعد بيعطي ايرورز. هسه يمكن اعمل له ريستارت يشتغل. اوكي فهاي هي الفكره اللي حكيناها، وبعدها بروح ل دي اف اس اوفليو. هلا لما اوصل هون انا بكون وصلت اليو لاول مره. طيب هلا كيف بدي اعرف متى بدي ازيد الجواب بمقدار واحد ومتى ما ازيد الجواب بمقدار واحد؟ حكينا احنا لو وصلنا لعدد كاتس كونسيكيوتيف اكبر من ام او اكبر او يساوي ام، حكينا لا لو وصلنا لكاتس اكبر من ام مش اكبر او يساوي ام، فمعناته احنا بنحكي انه انا ما راح اقدر اكمل بالباث. يعني فرضا انه انا كنت هون في التري هاي، او خلينا نرسم تري جديدة بس علشان التوضيح. فرضا انه انا وصلت هاي النود وهون انا شفت انه الويت تاعي صار اكبر من ام، فهل في داعي انا اضلني مكمل بالباث من هون؟ لا ما بقدر اكمل، لانه اصلا لو وصلت اي ريستورانت من هاي النود راح يكون غلط اني اوصله، لانه انا من هاي النود وصلت لويتس اكبر او اكبر من ام. فالفكره انه هون انا لما افوت عند نود ايش بشيك؟ بدي اشيك لو انا الويتس اللي انا وصلته لهاي النود اللي هي دبليو اوف في كان اكبر من ام، فبدي احكي له ببساطه ريتيرن خلاص ما تكمل، وقف. يعني خلاص انت وصلت هاي نودز والويت تاعك صار اكبر من ام، فانت ما في داعي تكمل عندك لقدام، فخلاص اعمل ريتيرن ما تروح لاي حدا من البيرنتس تاونك. هلا غير هيك لو انت وصلت لنود ليف فانت بدك تزيد الجواب مقدار واحد. خليني هون اعمل انتجر اسمه انسر. هون انا بدي ازيد الجواب مقدار واحد. حكينا ما تبدا ازيد الجواب مقدار واحد لو انا كنت ليف. هلا كيف اعرف لو النود اللي انا وصلت عندها ليف او لا؟ خلينا نرجع شوي عند التري اللي احنا رسمناها. هلا هاي النود عندنا ليف وهاي النود عندنا مش ليف. لو اجينا نطلع على اي نود ثانيه بالدنيا، مثلا هاي نود او هاي النود، راح نلاقي انه في الها ايدجز تنتين، واحده جاي انت عندك من البيرنت تاعك، وواحده رايحه للتشايلدز تاعونك، ممكن هون يكون في عندك كمان واحده. فانت عندك مثلا اكثر من ايدج موجوده عندك بالباث. بس لو اجيت عند النود اللي تحت راح تلاقي انه انت في عندك بس ايدج واحده اللي هي الايدج تاعت البيرنت، وما في شيء انت بتروح عليه. فدائما الليفز اللي احنا بدنا نوصلهم او الريستورنتس اللي بدنا نوصلهم عدد الايدجز اللي فيهم بكون بس واحد. فالفكره انه هون احنا بس نخلص كل هاي يعني لو ممكن هون برضه نشيكها او تحت هون بدنا نشيك لو انه الادجيسنت للفي اللي انا واقف عندها دوت سايز، لو كان السايز تاعك بالضبط واحد فمعناته انت ليف. بما انك انت ليف بدك تشيك، بما انه انت ليف والويت تاعك مش اكبر من ام، فخلاص معناته انت لازم تزيد الجواب مقدار واحد. بس انا هيني هون لو في كات على نفس الليف انا يعني اصلا بكون حاط انه دبليو اوف الفي. يعني هون اصلا لما انا بزيد على دبليو، يعني هون اصلا دبليو الكاتس عندي اصلا انا اخذهم هون لكل النودز، فكل نود انا ما في داعي ازيد اذا هي في عليها كات ولا لا، لانه انا هون انا بحكي كل كوت اذا في علي كل كات اذا في عليها كل نود اذا في عليها كات او لا. بالنسبه لهون فانا هون بس بحكي له انه اذا انت الكات اللي اذا النود اللي انت بدك تروح عليها فيها كات، فمعناته بهمك تعرف الاشياء الكونسيكيوتيف اللي قبلك. فبما ان انت بهمك تعرف الاشياء الكونسيكيوتيف اللي قبلك فبروح بضيف على الشيء اللي انت رايح عليه اذا كان هو اكبر من صفر قيمه دبليو اوف في، يعني هون راح يكون واحد، فهاي بتكون واحد وانا بضيف عليه الدبليو اوف في اللي هو الاشياء الكونسيكيوتيف اللي واقفه عندي فبتنحسب معي. بتحبوا نعمل تريس لهذا الفانكشن الدي اف اس او نجربه على السريع؟ اوكي نعمل له تريس. تمام. طيب هلا احنا ناخذ المثال اللي اعطانا اياه، في عندنا واحد بتروح لاثنين والاثنين بتروح لثلاث
الاثنين بتروح لأربعة أعتقد، هاي بتروح لخمسة، هاي بتروح لستة، وهاي بتروح لسبعة. وين كان في عنا واحد؟ في عنا هون واحد وهون واحد أعتقد. لا مش السبعة والستة، عند الأربعة صح؟ يس. طيب هلا هون أنا ببلش من عند الواحد، بحكي له أوكي الواحد فيزيتد، لو الويت تاعي أكبر من ام ارجع، بس أنا الويت تاعي عندي بس واحد، والام عندي هي هون ام تساوي واحد. اوكي طيب فانا مش اكبر من واحد. هلا هون بشيك هل انا ليف؟ لا انا مش ليف، فما بصير لي شيء. بدي اروح على كل التشايلدز اللي انا عندي اياهم. التشايلدز اللي عندي اياهم اثنين وثلاث. هلا اول شيء راح اروح عند الاثنين، الاثنين هاي قيمتها صفر، فلما اجي اروح عند الاثنين بحكي له هل دبليو اوف اليو تبعت الاثنين اللي هي اليو، اليو اللي هي عندنا الاثنين، هل هي اكبر من صفر؟ لا، فخلص معناته مش راح اضيف لك شيء يا يو، فما راح افوت على الاف اصلا. بحكي له بس روح عند الدي اف اس تبعت اليو. فبيجي هون عندي قيمه الويت صفر، بعدين بيجي ايش بحكي لك؟ انت الويت تاعك مش اكبر من ام، انت مش ليف، فما بفوت على هدول الثنتين اصلا، وبروح على التشايلدز تاعونهم، بروح عند الاربعه. هلا عند الاربعه بحكي لك اوكي انت الويت تاع الاربعه اكبر من صفر، فضيف عليه الويت تبع الفي، بس الويت تبع الفي اصلا صفر، فهون بصير في عندك واحد زائد صفر بتضل واحد، وبتروح تعمل دي اف اس اوف اليو. فبتروح عند الاربعه. هلا عند الاربعه تعملها فيزيتد، الويت تاعك اكبر من ام؟ لا. هل انت ليف؟ اه انت ليف، فبتزيد الجواب تاعك بمقدار واحد، فهي قدرنا نوصل للريستورانت تاع الاربعه. بعدها بنرجع، طبعا الاربعه ما في شيء هي اصلا تزوره هون، فبنرجع بنخلص الفونكشن دي اف اس وبنرجع عند الاثنين. بالنسبه للاثنين بكون في لسه الخمسه ضايل لازم تروح عليها، الخمسه هون طبعا عندها صفر، فما بنضيف اشي وبنعمل دي اف اس الخمسة، فبنروح فبنلاقي انه احنا اوكي برضو بنقدر نروح للخمسة. بعدين بنخلص الخمسة وبنرجع عند الاثنين، بنرجع عند الواحد، الواحد بكون لسه ضايل التلات لازم تروح عليها، بتيجي تروح عليها. فهلا هي لما تيجي تروح عند التلات بتحكي لها هل ال W of ال U اللي هي قيمتها تلات، W of التلات اكبر من صفر؟ فاه هون في عندنا واحد، احنا قيمتنا اكبر من صفر، فبتحكي له اوكي ضيف لي ال W تبعت البيرنت تاعك، فهي بتصير واحد زائد واحد اللي هو اثنين. ف اوكي بحكي لك انت صرت اثنين، اعمل دي اف اس اوف اليو. فانت بتروح بتفوت عند اليو تاعتك، اوكي فانت بتروح عند اليو تاعتك اللي هي ثلاث، بتعملها فيزيتد، بتحكي هل ال W اكبر من ام؟ يس، لانه صار في عندنا اثنين فصرنا اكبر من واحد، فبحكي لك فيش داعي تكمل، خلاص اعمل ريتيرن، اعمل كات هون. فانت ما قدرت توصل لا ستة ولا سبعة، فبالتالي الانسر عندنا بكون بس اثنين. في حد ضل عنده اي سؤال؟ لو لو كان هنا صار في عندنا كوت عادي ما في مشكلة، ما انا راح ارجع راح اعمل ريتيرن، لما ارجع ريتيرن برجع عند الواحد، والواحد تقدر توصل للثلاث. ليش؟ لانه اصلا الاثنين ما دخلها بالثلاث، يعني هي مش ما فيش بيناتها، ما في بينها ايدج مثلا، الثلاث انت بتوصلها من الواحد. تمام. متى اعطيت صفر وواحد؟ السؤال بيعطيني اياهم في الانبوت، بيحكي لي هيون عندي واحد واحد صفر. فانا هون اوكي انا هون لما باجي بعملهم سي ان بحكي انه الويت لكل نود من صفر لام هي اما واحد او اما صفر. وهون انا بس بهمني اعرف متى ازيد للي بعدي او لا، لانه انا اصلا ما اخذ قيمه النودز قبل. واضح؟ اوكي تمام. في عندنا بس اتش كيس صغيرة اللي هو بيحكي لك لو انت كان عندك الروت واحد وال، وفي عندنا بس يعني في عندنا تري زي هيك، فبتكون الواحد انت بتقدر تعتبرها ليف بس انت مش لازم تعتبرها ليف. ففي عندنا هون احنا كنا نشيك لو السايز تاعنا واحد، بنفس الوقت لازم نشيك انه الفي اللي احنا واقفين عندها هي مش النود صفر. اعتقد هيك المفروض يصير اكسبتد. هلا رح ناخذ كمان روك انسر. اوكي لا اكسبتد. تمام. في حد عنده اي سؤال؟ نشوف الالجوريثم الثانيه. نعم اوكي. هي لو كان في عندنا زي هاي، هذا اللي قصدك اياه صح؟ اللي هو اخر شيء احنا ضفناه.
نعم يس ممكن صح انه يكون في عندنا نود واحده برضه راح يعتبر نفس الاشي، بس لو كان في عندنا نود واحده انا قاعد بشيك لو سايز التري يساوي واحد، فهنا او سايز العدد الاشياء الادجيسنت لك يساوي واحد، فبحاله النود الواحده اصلا فيش عندك شيء ادجيسنت، فعدد الادجيسنت راح يكون صفر. فبس متى الحاله اللي بكون الادجيسنت تاعك واحد وانت مش ليف، اللي هو انت لما تكون فعليا الروت. لو كنت انت مش روت بكون في اشي بيناتكم زي هيك نود بالنص، على الاقل راح يكون الاشي تاعها اثنين. اي سؤال ثاني؟